سلمى، بما انه حكينا بالمقدمه عن بدء العام الدراسي وقد يمكن الاهل بيكونوا متحمسين وحاطين يمكن امال كثير كبيره على اولادهم انه يكونوا بعلامات ودرجات كثير عاليه، اليوم رح نحكي عن موضوع كثير مهم لما الطالب او اي شخص سلمى يمكن بفوت بحاله نفسيه صعبه، بيكون متازم نفسيا، فهذا الشيء قد يمكن بياثر على تحصيله الدراسي. ممكن الاهل يكونوا مغيبين شوي عن هذا السبب، اوقات ممكن يكونوا عنده امراض نفسيه بتاثر كمان على تحصيله الدراسي. صحيح فرح، وشفنا كثير حالات للاسف ممكن يكون هو يعني المستوى الذكاء تبعه او الدراسه يكون جدا شاطر، بس حاله نفسيه تخليه يتدهور ويبتعد عن الطريق الصحيح، وهي مشكله كثير كبيره. اكيد هون بيدخل وعي الاهل ومدى مراقبتهم لاطفالهم، خاصه اذا قلنا سلمى في مراحل دراسه بتتطلب جهد كثير كبير ودراسه كثير كبيره مثل الشهادتين الاعداديه او حتى الثانويه. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، المرض النفسي او حتى التعب النفسي اذا بدنا نقول، وعلاقته بالتحصيل الدراسي بالتفصيل مع الدكتور راغد هارون. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم يا رب، وصباح الخير لجميع الطلاب واساتذتنا الكرام، وعام دراسي موفق يا رب. ان شاء الله يا رب. يسعد صباحك دكتور راغد، يعني بهي كميه التفاؤل وهي الابتسامه ما بتغيب عنك دائما وفعلا مريحه كثير للاعصاب. خلينا نبلش هيك مع حضرتك ونحكي شوي اليوم قد ايه فعلا ممكن يكون في طلاب بيعانوا من مشاكل نفسيه نحن او الاهل ما بيعرفوها وما بيحسوا عليها، بس بيشوفوا نتائج سيئه وما بيعرفوا ليه. صحيح صحيح. حقيقه يعني بالنسبه للمشاكل النفسيه إذا جينا نتحدث عند الأطفال فهي كبيرة المعيقة للدراسة، وحتى عند المراهقين وعند المحصلين للشهادات الجامعية. يعني اللي بقصده أنه المشاكل النفسية أو العقلية واللي هن نفس الشيء بصراحة، نحن بنفصلهم، لا وما في فصل بيناتهم نهائيا. العقل هو نفسه اللي بيسبب المشاكل النفسية، أو الكيمياء اللي موجودة بالدماغ هي اللي بتسبب المشاكل النفسية. بتعمل مشاكل بالتحصيل الدراسي عند الأطفال، ومشاكل باستثمار هذه الكمية من المعلومات والعلم بالمستقبل عند الشخص فيما إذا أصيب باضطراب. فإذا تحدثنا بالنسبة للأطفال، حقيقة نسبة كتير كبيرة عند الأطفال، ومثل ما تفضلتي وفعلا هذه نقطة مهمة جدا، بتحثنا للكشف عنا بشكل مبكر، لأنه معظم الأطفال بيكونوا أذكياء حقيقة، ولكن ممكن يكون مفرط النشاط وقليل الانتباه، وهذا اضطراب اسمه ADHD. صح. حتى الدراسات بتقول كل صف نموذجي مؤلف من 25 ل 30 طالب في العالم فيه على الأقل طالب أو اثنين يعانون من ADHD. تخيلي. طب وينهم بصفوفنا مثلا؟ ليش ما عم نكتشفهم؟ شو نحن ما عندنا ADHD مثلا؟ بس دكتور عفوا على المقاطعة، يعني احنا من تجاربنا من ذاكرتنا كنا نتذكر سلمى انه كان في بصفنا المشاغبين مدرسة المشاغبين، بس للأسف كانوا ينحطوا بالمقاعد الأخيرة. صحيح. ويتم إهمالهم. نعم. بشكل كتير كبير. كلامك صحيح، انه انتم خارج نطاق العلم. نعم. انتم ما رح تستوعبوا، ما رح تنجحوا بحياتكم تماما، في حين اذا بتتابعي حياتهم هن من انجح الأشخاص تماما، في حال كانت الظروف ضبطت معهم. هل الفكرة تغيرت دكتور؟ لا، الفكرة واحدة، ولكن الوعي زاد. كنا ما نواعيين، صرنا لهالمعلومات وهالدراسات، الآن صرنا على اطلاع أكبر فيها عبر وسائل الاتصال اللي أصبحت بتتيح لك أكبر. خلال ثواني أحدث ما توصل له العلم بأي موضوع، ولا هو الـ ADHD موجود منذ بدء البشرية، والتوحد موجود منذ بدء البشرية، والاضطراب والقلق، ولكن إذا ما كان في مين يشخصهم أو يهتم فيهم أو يلاقي لهم تفسير آخر غير هي التسميات الحقيقية العلمية، ما رح نلاقي إنه فيه. أما مثل ما تفضلتي، الأشخاص اللي كانوا يشاغبوا أو منسميهم مشاغبين هن أشخاص مفرطين الحركة، ما بيقدر يقعد على المقعد تماما، متململ دائما، انتباهه مشتت لأبسط الأمور اللي بتمر من حد باب الصف المفتوح،
أو أي حدا حكى كلمة من رفقاته بيتشتت، مو بإيده. هناك خلل كيماوي بجملته العصبية ويجب علاجه دوائياً ونفسياً لحتى يحصل. نحن كل مشكلتنا بالتحصيل، مثلاً بالنسبة للاضطراب نحن مشكلتنا بالتحصيل، لأنه إذا تركته تمر السنين عليه مرقته ما حصل شيء نهاية، ما عاد رجعه صف ثاني وصف أول أنا، وبالتالي انقطعت عليه المسافة. اثنين، هدول الأشخاص إذا ما تعالجوا معرضين لكومبليكيشنز، اختلاطات واضطرابات جديدة ستظهر بحياتهم أكثر من غيرهم، مثل سبستانسز أبيوز، سوء استخدام المواد، وإحداث الجرائم والمشاكل بحق الآخرين وبحق للأسف. أنفسهم، وبيمضوا حياتهم فايتين طالعين على أماكن التوقيف والسجون، وهن من أذكى الأشخاص، بس كان بدهم مين يفهم الخلل الكيماوي الموجود بدماغهم ويعطيهم العلاج المناسب ويهتم فيهم بالأسرة وبالمدرسة. بصراحة نكتشفهم، يعني نكتشفهم. فهذا مثال. التوحد أيضا نحن دائما منهمله وما منخصص له مدارس ومراكز خاصة، لأنه هدول الأشخاص ممكن يطلع حدا منهم مبدع بمجال معين، وبالتالي يعطي أكثر مما يعطي الشخص الطبيعي بملايين المرات. الشخص اللي عنده mental retardation أيضا، يعني تراجع عقلي أو تخلف عقلي سواء كان خفيف أو متوسط أو شديد، ممكن يكون في عنده خلل بالتحصيل الدراسي حقيقة أو ضعف عن رفقاته، ولكن بمدرسته الخاصة مع زملائه يلي هن من نفس المستوى تقريبا، نحن قادرين بالتريننج المستمر، التدريب والتمرين المستمر، أنه نوصله لمراحل لائقة ومناسبة كتير بالحياة، بإنجازه بالبيت، بإنجازه خارج البيت، بمعرفته بالعمل، ممكن نشغله ونلاقي له عمل. هلا بالنهاية الإنسان سواء درس أعلى المستويات أو أوسطها أو أقلها، المهم أنه يكون صالح بالمجتمع، نقدر يكون شخص قادر على أنه يشعر بأنه هو عم يقدم وبالتالي سعيد بتقديمه. لذلك بتلاقي في كتير من أشخاص تناظر داون اللي هو تثلث الصبغي 21، كتير بشغلون بمتاجر بأوروبا بأماكن يعني قادرين فعلا على العمل فيها، وتعفى هاي المتاجر من التاكسز أو من الضرائب لأنه عم تساعد يعني نجاحهم بالحياة، وهذا أهم شيء بالنسبة للإنسان. وغيره من الاضطرابات من قلق وكآبة وغيره معيقة جدا للأطفال، وقلق الامتحان، وهلأ في عنا مشكلة قلق الانفصال. هلأ كل الأطفال اللي رايحين على الروضة كلهم عم يبكوا هلأ بهي اللحظة أبعد الشر عن قلبهم يعني، ولكن يعني سيلفي هي هي الحياة، بدهم ينفصلوا عن الأم شوي تدريجيا. الأم مرافقتهم أنا بتخيلهم هلأ على المدرسة، وشوي شوي يلي عم يركض لعند أمه ويلي تأقلم بسرعة يلي بيفوت أمه معه على الصف ويلي بيضطر يدخل والدته على الصف، وهكذا إلى أن تدريجيا بصراحة ينفصلوا عن الأهل ويصيروا يعملوا مجموعات حلوة مع بعضهم بالمدرسة، والمدرسة تحببهم بعملهم ووجودهم مع بعضهم بالمدرسية. نعم أكيد. دكتور كمان حكيت عن فكرة كتير مهمة اللي هي ربطت فيها بين النجاح أو التحصيل العلمي بالحياة أو نعم. حتى بالعمل، وبين الشخص اللي ممكن يكون عنده مشاكل صحية أو نفسية. هذا الدمج قدي صار عم نشوف هلأ في ناس حتى الآن بتخجل انه هي تقول انا عندي مشكله ما عم بقدر اتقدم بحياتي بسبب مشاكل تانية، وبالتالي عم بتضل من هنن وصغار لحتى يكبروا لا عم بيحاولوا يلاقوا حلول، ولا المحيط طبعا عم بيلاقي لهم صحيح. حلول صح. اكيد اكيد لا زال، وهذا طبعا موضوع نسبي بين مجتمع واخر، يعني نحن عندنا نسبه كثير نحن من المجتمعات اللي يعني للاسف نتمنى انه يكون الوضع افضل، لانه سلامه المجتمع النفسي، المجتمع السليم نفسيا يتحدى أي مجتمع في العالم صح. من دون ما يكون في عنده أي مقومات، بس مقوم العقل. المجتمع السليم نفسيا يتحدى أي شيء وقادر على إنجاز المستحيلات، ولكن نحن يعني الأهل هن بيكونوا سبب بإهمال مشكلة الطفل من البداية.
بتكبر المشكلة معه ممكن ينضج ويوعى لمشكلته، ولكن يضل عايش بأفكار أهله المتراجعة والغير سليمة بالنسبة للمرض النفسي، بأنه بتصير تاخذ دواء طول عمرك أو بحياتك ما بتطيب أو بجوز الدواء يضرك أو كلام للأمانة كله خاطئ وهو كلام فلان وكلام الجيران وكلام حدا من هون الكارثة. خلينا نقول كارثة حقيقة، كارثة. يعني الوعي لازم يخلينا نكون بحالة طوارئ وإسعاف فيما يتعلق بابننا، بأي شخص منعرفه أو منمون عليه، بتوعية أي شخص قريب. زائد لازم تكون الخدمات أفضل المقدمة، ولكن عم تضل متواضعة بصراحة بسبب قلة الكادر. ما في كتير أطباء، ما في كتير يعني مؤسسات ترعى يعني الأطفال. يعني مثلا على مستوى المدرسة في مرشدة نفسية واحدة، حقيقة ضغط العمل عليها كتير كبير، لن تستطيع، سيتشتت تركيزها وانتباهها، وبالتالي ما رح تقدر تكتشف كل الاضطرابات. هي بدها المدرسة على الأقل طبيبين ثلاثة، وأقول طبيبين مو سايكولوجيست، لحتى يلاحظ ويكتشف، زائد يستدعي الأهل ويتحدث. هو بحاجة لسلوك الطفل بالبيت لحتى يكمل التشخيص كلياته، وبالتالي نقدر نساعده المساعدة المثلى. فلذلك يعني ما في ما هو موجود عندنا هالرعاية المثلى بصراحة المقدمة بالمدارس. وأنا دائما بقول يعني تقديم الرعاية بمرحلة الطفولة أهم من فيما بعد، لأنه من البداية عدة أمور بتحصل. أولا من جنبه المشكلة، اثنين بيتوعى نفسيا. حتى دائما بقول لهم إذا نحن قادرين أنه فعلا ننشر الوعي الثقافي النفسي أو أي نوع من أنواع الوعي بمدارس البنات، رح نحصل على مجتمع متحضر جدا. السبب البنات هدول هن أمهات المستقبل طبعاً. وبالتالي إذا هن تعلموا وما انحرموا من التعليم وما انحرموا من كل أنواع الوعي وما انحرموا من حريتهم بالنسبة لأسرتهم وبالنسبة لحقوقهم، حتى القانون أحيانا بيظلم المرأة، إذا ما تقدم لهم كل هالأمور هدول أو تقدمت لهم كل هالأمور هاي، فأنت حصلت على سيدة ومرأة مثالية تبني المجتمع بناء مثالي. وما حدا بيقدر يبني المجتمع، مو مدارس الذكور ليست مهمة بالنسبة للبناء بالنسبة مثل مدارس الإناث. طبعا كله مهم بالمحصلة، ولكن المرأة بسبب أهميتها بالمجتمع بالأسرة بكل مكان هي بصراحة الأكثر استحقاقا لتلك الرعاية، من أجل أن تكون هي صاحبة المعلومات الملقنة للطفل بحب الآخرين ومساعدة الآخرين وحب التعلم وحب بناء مجتمعه وحب بناء بلده وإلى آخره من المفاهيم السليمة لكل أسرة. نعم دكتور، إذا بدنا نضيق الدائرة شوي مثل ما منقول وبنحكي عن العمر يلي يمكن ببلش الأهل يلاحظوا أنه في نوع من التعب النفسي، خلينا نقول القلق النفسي عند أطفالهم، أنت فينا نقول هون بلشنا نشوف بغض النظر عن مرحلة الطفولة المبكرة، يعني بعمر السنة أو سنة ونص، بمرحلة خلينا نقول 3 سنين اللي ببلش الطفل فيها يفوت على الكيجي مثل ما منقول ويختلط أكثر بباقي الأطفال، هون يمكن إذا في أي خلل أو أي مشكلة نفسية ممكن تظهر بشكل أوضح، فأمتى الأهل بيقدروا يكتشفوا هي الحالة؟ صحيح، يعني نحن طالما عم نتحدث عن التحصيل الدراسي فنحن محصورين ما بين عمر 3 سنوات و 18. 3 سنين ليش؟ لأنه نحن حقيقة بالنسبة لاضطراب مثل اضطراب التوحد من شخصه ب3 سنين، واضطراب التوحد يعني من العلامات المهمة بتشخيصه هو اللانجويج، اللغة، ما كتير بيحصل اللغة أو بيحصلها بطريقة معينة، فيها خلل بالضمائر، فيها طريقة معينة بالكلام أو بإلقاء الكلام. وبالتالي أنا
شخصت، إذا عرفت شو بدي أعمل، هي النقطة المهمة. منروح للمراحل الأخرى، وهي هي الدائرة الأضيق، هي دائرة أو مرحلة المراهقة والبلوغ. هون بتجتمع كل العوامل اللي بتسبب القلق، التوتر، الشدة، الاكتئاب للطالب حقيقة. الأمر اللي بيؤدي إلى اضطراب بتركيزه، بانتباهه، بقدرته على استجماع المعلومات واستحضاره، بتواصله مع الآخرين، وبالتالي ممكن أنه تضيع جهوده كلياتها. صحيح. إذا ما تحدثنا معه وأبدينا تفهمنا للمرحلة اللي هو عم يمر فيها، وبالتالي وصلنا نحن وياه لبر الأمان. تماما. ووصلنا نحن وياه إلى طريقة مناسبة لل علاج. نعم، يعني معلومات جدا مهمة دكتور. بدنا نتشكرك مثل العادة، ما بيصير يمر هاللقاء إلا وناخذ منه معلومات مفيدة. شكرا لك دكتور راغب. شكرا لكم.